رغيف التونسيين ضائع بين روايات تهريب الطحين ومنع الدولة لرخص بعض المخابز وغياب الرقابة وغيرها من الروايات. كل وضع تشوف فيها ننجو بالساعة ونص باش ناخذ خبزتين يومياً هكا تشوف أنت في الحكاية. يقول لك هاو الفارينة ما ثماش وهي تتعدى ليبيا كلها تتعدى ليبيا. لكن الأكيد وهذه الطوابير الطويلة للتونسيين يتلظون بين القيض وحرارة الأفران بانتظار الحصول على خبزهم اليومي. هذا الأمر يزيد من صعوبة ومن معاناة الأهالي الذين يجدون أنفسهم كل يوم يعني في طوابير خبز، وهنا نتحدث عن وقت ضائع ومجهودات مهدورة، وهذا الأمر يعني لابد أن يحل في أسرع وقت. أزمة لم يعهدها التونسيون كغيرها من أزمات انقطاع المياه والكهرباء وباقي اللائحة، واليوم اقتحمت حياتهم اليومية بمتاعبها. بسبب الخبز هذا والزحمة تاع الخبز هذه ما سالتش قبل. عندنا 76 هذا منهم اللي في الدنيا كلها. بشهادة صاحب المخبز هذا الدولة تمدهم بنفس كميات الطحين الاعتيادية. وبشهادات كثيرة لم تنقص حصص الخبازين من الطحين، فما الذي يحدث؟ أين خبز التونسيين؟ حكاية التزود بالفارينة من الدولة ما عدناش فيها مشكل، نفس الكمية اللي يعطوني فيها تو يعطوني فيها قبل. فيما خص الضغط نتاع العباد خويا البلاد كبيرة فيها مناسبات، هذا علاش صار الضغط. الخبز ليس مكوناً كمالياً على الموائد التونسية وإنما ركيزتها، لأجل ذلك بات التعجيل بحل هذا الملف مطلباً ملحاً برسم الدولة، إما ضرب المحتكرين أو وقف إضرابات تعبث بكل ما يعترضها منذ ما بعد الثورة. يمنى جلاصي، العربية.